إن شاء الله الرحمن الرحيم، هذه أول حصة من سلسلة الإعجاز العلمي اللي سنلقيها إن شاء الله الرحمن الرحيم في السنة. تارة غادي تكون حول الإعجاز العلمي مباشرة، وتارة غادي تكون تدبر وتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي خلقه. إذا غادي نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوسع باب وأقرب طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى والوصول إليه ما هو؟ هو باب العلم والتفكر في خلق الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والله سبحانه وتعالى يحثنا ويشجعنا سبحانه وتعالى على البحث وعلى النظر وعلى التفكر في خلقه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ كل هذه الآيات الله تعالى تدفعنا باش نتفكروا ونشوفوا العظمة دياله سبحانه وتعالى. ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في كل ما يتعلق بالسماوات والكواكب والنجوم والمجرات، في كل ما يتعلق بالكون. وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذه الحصة. ولكن نبدأ، ما هو الكون؟ الكون كله الشاسع ما هو؟ غادي نبدأ الرحلة ديالنا من هذه الأرض اللي احنا عليها، هذه الكرة الأرضية اللي احنا عليها، اللي هي القطر ديالها هي 12800 كيلومتر. ولكن من الآن فصاعدا نهضروا على الكيلومتر، غنوصلوا واحد الدرجة اللي المخ ديالنا ما تيستوعبش. من الأحسن نهضروا بمسائل ملموسة. إذا غادي نصلحوا التليفون ديالنا من ديسا نهضروا مع واحد آخر شحال الوقت ياخذ لنا باش يمكن الإشارة توصل. في الأرض ديالنا إلا خدينا حزام حول الأرض، يعني لا سيركونفيرونس أو الدارة ديال الأرض في الإكواتور، هي 40,000 كيلومتر. إذا في ما كنتي في الأرض، أبعد مسافة عندك على واحد آخر هي 20,000 كيلومتر. علما أن الضوء تمشي بسرعة فائقة 300,000 كيلومتر في الثانية. إذا في مكان شخص آخر غتعيطو في التليفون، غادي يستغرق قل من العشور ديال الثانية باش توصلو. يعني ملي غتخبط التليفون وتعمل النمرة وتسنى الإشارة، بمجرد ما تكمل النمرة ديالك غادي تصوني عند الآخر في قل من العشور ديال الثانية، إلا كان في أبعد مسافة في الأرض. إذا الأرض ما كبيراش، هذا هو المهم. والأرض ديالنا شنو هي بعد؟ الأرض ديالنا هي كرة. كرة توزن بزاف، ثقيلة. ما ندخلش مسائل يعني تقنية علمية باش الجمهور يتبعني، باش المشاهدين ما نتقلوش عليهم. غنخوف مسائل يعني كيف سنقولوا تيغا تيغ، يعني سهلة. الكرة الأرضية ديالنا توزن 6 مليون ديال تريليون ديال الأطنان، يعني عمل واحد وبقى ديال الزرويات حتى تشبع. هاد الكرة في الفضاء الفراغ شنو هو؟ ما معلقاش، ما قبضها لا طوال ولا قنبة ولا سلك، ما كاينش شي عود اللي هزها، يعني تتسبح في الفضاء بدون حبل. والمحيط ديالها كما قلنا 40,000 كيلومتر في الحزام ديالها. وهاد الارض اللي احنا عليها اولا تدور حول نفسها، تدور بحال داك التريمبو، تدور دور 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 بواحد السرعه لينيا 1666 كيلومتر في الساعة، يعني
27 كيلومتر في الدقيقة، بحيث بهذه السرعة اللي تدور بها تيمكننا نمشيو من هنا من الوسط ديال الدار البيضاء المطار محمد الخامس في دقيقة بهذه السرعة. وفي الوقت اللي تدور حول نفسها تدور حول الشمس، تتعمل واحد دوران على شكل ديال البيضة يعني إليبس هكذا، مش من سرعة تدور حول الشمس بالسرعة ديال 30 كيلومتر في الثانية، يعني بهاد السرعة ديال الأرض اللي تدور باش تمشي من هنا يعني الدار البيضاء للمطار محمد الخامس تعملو في ثانية. وفي الوقت فاش تدور حول نفسها ب 30 كيلومتر في الدقيقة وتدور حول الشمس ب 30 كيلومتر في الثانية، المجموعة الشمس والأرض تجريو، الأرض تجري، إذا الشمس تجري وجرم على الأرض، هي ماشية وهي تدور عليها، بشحال تجري الشمس؟ يعني واحد السرعة مهولة غير باش نخايلو، الشمس تجري 230 كيلومتر في الثانية، يعني من هنا للعريش في ثانية، وهاد المجموعة كلها هي ماشية، وهادشي من فوق اش هادشي واقع؟ وهي تدور حول نفسها وتدور على الشمس وماشية تدور، المجموعة كلها ماشية تتمشي بواحد الخط. فين ماشية تتمشي؟ دابا نفسر من بعد هادشي، هادي 4.5 مليار ديال السنين، 4.5 مليار و500 مليون سنة، وهاد العملية تدور، الأرض ما طاحتش، الشمس ما وقفتش، حنا الشمس تجري لمسخر الله بين هلالين. فين ماشية الشمس؟ حنا في واحد المجرة كما نشوفوها إن شاء الله الرحمن الرحيم، والشمس تدور حتى هي بواحد الشكل بيضاوي في قلب المجرة حول المركز ديال المجرة، تدور بهذه السرعة ديال 230 كيلومتر في الثانية على عين. إذا هذه باش ناخذوا بعجالة يعني واحد نظرة على الحركات اللي حنا تقوم بها الأرض ديالنا. وغير باش تركزوا، اسرع صاروخ عزل اللي خلق الانسان الى يومنا هذا تيمشي ب 8 كيلومتر في الثانيه. اما انا بغيت نقول لك الشمس تجري وجرى معها الارض، جرى معها 230 كيلومتر في الثانيه. والغريب هو ان هذا الدوران، هذا قلب شقلب تدور وتدور على الشمس وكل شيء تيدور، هذا الارض عليها المياه، عليها البحار، عليها بني آدم، عليها انتينا وانتينا وأنا، عليها حيوانات، عليها جبال، عليها يعني ناطحات السحاب، عليها وعليها عليها، وما تنحسو حتى بحاجة، يعني تبدو وكأنها ثابتة. شكون اللي علقها؟ شكون اللي جعلها تدور في هذا الفضاء بهذه الكيفية وبهذا التوازن؟ وشكون اللي علقها؟ وشكون اللي حفظها باش ما تطيح ما تضرب؟ ما وهذه 4.5 مليار ديال السنين، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد في الأول ديالها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. علاش يا سيدي ربي يفصل الآيات؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهذه الأرض ديالنا تدور حول نفسها، ولكن ماشي عمودية، هي مايلة شوية، مايلة ب 23 ديال دوغري فاصلة 30. علاش؟ باش يكون عندنا الفصول، باش يكون عندنا الصيف وعندنا الشتاء وعندنا الخريف وعندنا الربيع. إلا ما كانتش مايلة ما يمكنش أن يكون عندنا فصل أو جوج فقط. هذه من الحكمة الربانية سبحانه وتعالى. وتدور حول الشمس، علاش؟ الأرض ما يمكنلهاش تعيش بلا شمس، حيث لخططنا الشمس حتى كائن حي ما يبقى على وجه الأرض.
الشمس اللي تتعطينا الطاقة وتتعطينا واحد العدد المسائل. وهاد الشمس شحال بعيدة علينا اللي تنظروا عليها وجرانا معها بهذه السرعة الفائقة. الشمس بعبارة ببساطة بعيدة علينا ب 150 مليون كيلومتر. شنو هي 150 مليون؟ مخ ما تيتصورش مزيان. نفرضوا واخا هي مستحيل، نفرضوا أن شي واحد من صحابنا كاين في الشمس وحنا هنا وهزيت التليفون وبغيت نعيط له، غادي نعمل نمرة. ملي غادي نعمل نمرة ما غادي يصونيش، خصني نتسنى 8 دقائق باش يصوني عندو. ملي غادي يصوني عندو التليفون غادي يهزو، غادي يقول الو شكون؟ هاديك الو شكون؟ فاش توصلني انا بعد 8 دقائق حتى انا. اذا بين الو اللي عيطت وسمعت شكون تمر 16 دقيقة. بين هلالين، بين هلالين، ملي تتقول الشمس غربت وشتي الشمس غربت باش تصلي المغرب، راها غربت هادي 8 دقائق. وملي في الصباح تدخل ملي الشمس طلعت راها طلعت هادي 8 دقائق، بقيت تعمل واحد الوقت باش توصلنا. اذا الشمس بعيدة علينا ب 8 دقائق زمنية، تنسميوها دقائق ضوئية، هادشي باش ناخذوا فكرة. هاد الشمس اللي بعيدة علينا شحال الحجم ديالها؟ شحال كبيرة؟ إلا هزينا الأرض ككرة، والشمس هي كرة، هي إنما الشمس كرة ديال الغاز، هي غاز ملتهب، فيها الحرارة، فيه الشمس، فيه الهيدروجين تيتجمع مع بعضو يعطي الهيليوم، تطلع واحد حرارة مفرطة. إلا قبضنا كويرات من الأرض وندخلوهم في الشمس، شحال من مرة غادي ندخلو الأرض في قلب الشمس؟ غادي ندخلو مليون المرات الأرض و 300,000 مرة، يعني شمس كبيرة بزاف، دخلوا مليون و 300,000 مرة الأرض. وهاد الشمس لو كان عندنا استطاعة باش نمشيو لها في الطيارة بدون توقف، حنا مستحيل، حنا غير نقربوا غندوب الطيارة وندوبوا حنا، ولكن خياليا كون كنا نمشيو بالطيارة حتى الشمس خاصنا 6 شهور بدون توقف عاد نوصلوا. هذه فكرة غير تقريبا. أما الحرارة اللي في الشمس اللي في الوسط ديالها، يعني في النويو، كاين 15 مليون ديال الدوغري، وعلى السطح ديالها 5500 ديال الدوغري، بحيث واحد الحرارة مفرطة. مزيان، هاد الشمس قلت لكم ما يمكنناش نعيشو بلا بها. هاد الشمس تدور وحولها تيدور واحد العدد ديال الأجرام، ماشي غير الأرض بوحدها. نقولو الشمس عندها ولادها تيدورو عليها، ولكن كيف تيدورو؟ كل واحد عنده المحل ديالو، بحال داك الطرق لوطوغوت، كل واحد عنده فين تيمشي. نقولو واحد لوطوغوت فيها بزاف ديال لي فوا، عندك 8 ديال الولاد ديالها تيدورو عليها. شكون هما؟ تيبداو من الأول والثاني والثالث ونتينا غادي، وتيتبعدو وعلى حسب التقرب ديالها. شكون هما هادو اللي تيدورو؟ تيدورو بون تنسميهم، تنبداو بميركور، فينوس، لا تيغ، مارس باللغة العربية، يعني هما عطاريد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، هادو كلهم تيدورو، ولكن كل واحد قابل الطريق ديالو ولي يتمثل بحال كنا تنطوفو على الكعبة، بحال كان عاملين لنا واحد الخطوط، كل واحد يطوف واحد الخط ديالو. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. مزيان، دابا غادي ناخذوا هذه المجموعة الشمسية اللي هي الشمس، ولادها تدور عليها 8 دولات اللي قلنا دابا هاك. هذه تتسمى المجموعة الشمسية، عندها واحد الحجم، عندها حجم كبير ماشي غير الثلجية. ولكن هذه المجموعة الشمسية كلها اللي شحال هي الحجم ديالها؟ شحال يعني الا جينا نشوفوا الحجم ديالها شحال ديال فيها ديال من جهه الجهه، غير في السيستم سولير، يعني في الارض هنا من جهه الجهه. الا عملنا في هذه المجموعه الشمسيه، يعني اقصى محل تدوز له نبتون وتعاود ترجع مع جوبيتر، هذا الشيء كله الا عملنا واحد تعيط الو
ونعمل واحد اخر بغيت يتسناه مشي اخر. من دي عمل التليفون ديالو ويبرك عن البوطون خصو يتسنى 8 ساعات وثلث باش السينيال يوصل لاخر، حيث الا شي مرة بغات تدوز الوقت مع واحدة اخرى وتقول لها قول لي كيفاش تطيبوا، انا اليوم غادي نطيب لحم سبرجل قول لي كيف نطيب، خاصها تعمل من ديال التليفون وتعيط الو خاصها 8 ساعات باش يوصل. هذاك اللي غادي المرة اللي غتوصل تقول لها وي شكون، خاصها عاود 8 باش اذا 17 ساعة باش ترجع، ما بقى لا لا غدا لا عشاء. ما يمكنش البعد يعني واحد داكشي كبير بزاف شويش. وهاد المجموعه كلها الشمسيه يعني الشمس وهادو اللي تيدوروا عليها كلها اللي تقول كبيره، شنو هي؟ ما هي الا اسمعوني مزيان، ما هي الا الزريعه كحله ديال الدلاحه. الا خلينا الدلاحه، وهذيك الدلاحه هي المجره فيها بزاف ديال زريعات كحل. دابا نقول لكم شحال من زريعه في الدلاحه ديال الجالاكسي. حنا المجموعه الشمسيه ديالنا كلها بعطارد ديالها والارض الى اخره والشمس كل، ما هي الا زريعه في قلب الدلاح. والدلاح شحال فيها من زريعه؟ فيها 300 مليار زريعه. يعني هي دلاحه وحده، يعني غير مجره وحده، وهي مجره ديالنا تتسمى لا فوا لاكتي ولا سميتو مجره درب التبانه، فيها 300 الف مليون زريعه، وحنا غير زريعه صغيره في قلب الدلاح، ما تهضرش الارض. المجموعه الشمسيه زريعه، وفي قلب الزريعه خصك تقلب فين هي الارض. هذه تتسمن هاد الدلاحه تتسمن مجره، لان يعني تتجمع واحد العدد ديال النجوم، والشمس ديالنا ما هي غير نجمه من بين النجوم، من نجمه متوسطه ماشي شي حاجه. وهاد الدلاحه اللي هي غير هاد الجالاكسي هاد المجرة اللي دابا تبانا، هاد الدلاحة بغيت نعرف الحجم ديالها. دابا خلينا نهضرنا على الزريعة. الزريعة قلنا باش تعمل الو في قلب الزريعة، من الزريعة الطرف ديال الزريعة للطرف الاخر باش تعمل الو خصك 8 ساعات وثلث باش توصل و 8 ساعات باش يجاوبك في التليفون. اما الدلاحة كلها المجرة، الى عملتي واحد في الطرف ديال الدلاحة واحد اخر في الطرف الاخر وهذا وخذ التليفون ديالو وعيط فيه، يعمل السينيال فوقاش غادي يصوني عند الاخر. ماشي من بعد 8 ساعات، ماشي من بعد 100 ساعة، ماشي من بعد 100 عام، من بعد 100 ألف سنة. 100 ألف سنة باش التليفون إلا عيطتي من هاد الجهة الدلاحة لهاد الجهة باش يصوني. يعني القطرة ديال المجرة 100 ألف سنة ضوئية. إذا بدي توصل هو بالتليفون بعد 100 ألف عام يقول شكون أو ألو، هذيك شكون غترجع لي بعد 100 ألف أخر، 100 ألف سنة أخرى. إذا خصني 200 ألف سنة بين ألو صباح الخير باش تشوف الحجم ديالها. وفي هاد اللحة كلها حنا في واحد الزريعة من الناحية الخارج اللي غتقرب للقشرة ديال الدلاحة، وحنا ما ندخلش في التفاصيل. الدلاحة فيها قنابل ذرية قيمة، يعني فيها واحد الإشعاعات نووية، والله تعالى جاب الأرض ديالنا، جاب المجموعة الشمسية كلها ودارها في واحد الرحيبة واحد الزريعة اللي منعزلة على هاد المشاكل كلها باش يحمينا سبحانه. لا إله إلا هو. إذا هذه الدلاحة شنو هي؟ هي غير لا فوا لاكتي، هي غير مجرة وحدة، والشمس قلنا ما هي إلا زريعة من الزريعات اللي كاينين. وما كاينش غير دلاحة وحدة، دابا شحال الدلاحات اللي دابا تنعرفوا في الكون، ما بقاوش يحسبوا لي هي ما تحسب. أنا قلت لك غير وحدة فيها 100 ألف سنة باش تعمل ألو ألو، شحال من دلاحة كاينة في الكون؟ يعني شحال من مجرة؟ بحيث إلا عملتي التلسكوب وديتي تشوف إلى آخره، اليوم وصلوا 400 مليار دلاحة، 400 مليار مجرة، وهاد 400 مليار منهم وحدة مجرة وحدة ديالنا لا فوا لاكتي ولا تتسمى دو ميلكي واي ولا دو تبانة، هي فاش حنا وفي قلب ديك الدليل الحال اللي حنا فيها
كاين 300 مليار ذريعه، وحنا في ذريعه وحده، ماشي حنا يعني مجموعه شمسيه وفي قلب شنو هو حنا؟ شنو هو الحجم ديالنا؟ شنو تنسواو في هذا الكون؟ يعني هذا الشيء خيالي، خيالي باش تصوروا. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل نعطي واحد الفكره مبسطه على بعض الاحجام. الكوكب المريخ بعيد علينا الا عملت الو باش يوصلوا 4 ديال الدقائق. الشمس بعيده علينا ب 8 دقائق الا عملت الو واحد اخر. كوكب مشتري 43 دقيقه. اقرب نجمه، انا قلت لكم الشمس احنا نجمه، وشكون هو الجار ديالنا؟ الجار بالجنب واللي قريب، اقرب نجمه لينا احنا الشمس هي تتسمى الفا سنتوري، بعيده علينا، عاود نهضروا بالو، بعيده علينا باربعه سنين ضوئيه. يعني لو قلتي الو شي واحد في الشمس في النجمه، اقرب النجمه خاص 4 سنين باش يوصل له السينيال. اما الدلاحات، حنا في الدلاحه وكاينه دلاحه نقولوا اقرب دلاحه لنا تتسمى اندروميد، الا كان فيها شي واحد وهضرنا معاه في التليفون من دي تعمل النمره خصك تسنى 2 مليون سنين ونص باش توصل الاشاره، وخص 2 مليون ونص باش تعاود ترجع الاشاره باش تقول الو. ولا جينا هاد الشمس تبان كبيره، وقلت لك ندخلوا في وسط الشمس 1,300,000 ارض، الشمس ما هي الا حبه رمل بالنسبه لشموس اخرين في قلب الدلاحه، في قلب الدلاحه ديالنا، في قلب المجره اللي هي درب التبانه. هناك نجوم اخرين منهم وحده سميتها UY سكوتي، يعني UY سكوتي. شوف شو قال، كبيرة 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 فعلا كبيرة كبيرة، بحيث شحال من شمس يمكننا ندخلو في هاد UY سكوتي؟ يمكننا ندخلو فيها 5 مليار ديال الشموس ديالنا. الشمس اللي كبيرة 5 مليار منها تدخل في UY سكوتي، يعني في UY سكوتي. العظمة لله الواحد القهار. إذا هذا الكون المخ ديالنا ما مهيش باش يعرف هذا الشيء سعد، يعني كبير كبير كذا أقصى درجة. وهو هذا الكون كله يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. كيفاش هاد العظمة الله سبحانه وتعالى اللي هذا مخلوق من المخلوقات ديالو، ما عرفناش واش كاين أكوان أخرى، ما تيمكننا إلا نسبحو بحمده. والكون المعروف اليوم اللي وصلنا الضوء منه عبروه، شحال المسافة ديالو، القطر ديالو 28 مليار ديال السنين ضوئية. يعني إلا عملتي واحد في الطرف ديال الكون ودرتي وحده في طرف الكون، والوحده عيطت للسيد قالوا خاصو 28 مليار سنه باش يوصلوا، باش توصلوا الاشاره باش يصوني عنده. هذا الشيء وحنا تنهضروا عاد غنشوفوا ان الكون الحقيقي كبار من هذا الكون اللي تيبان لنا. فانا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. والكون في منتهى التعقيد. أنا تقول لك الأرض واحدة ما تطيحش علينا، الشمس ما تطلقاش، وتقول الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الله تعالى يعطينا غير بعض الفكرة على على الكون. الان غادي ندخلوا لواحد اللمحه تاريخيه ديال هذا الكون باش نشوفوا الاعجاز فين كاين. غير بصفه مبسطه، منذ قديم الزمان الانسان كان يعتبر جميع الناس اللي دازوا علماءهم وكبراءهم وكل شيء كان يعتبر ان الكون ما عنده لا بدايه ولا نهايه.
كيف خلقنا صبناك ديك جدودنا صابوه جدود جدود جدودنا صابوه وهكذا غادي يبقى الى الابد. وما عمرك تطعن في هذه النظريه ولا تقول الكون غيثبت. وفي الحقيقه جاو علماء مع الاسف مع الاسف من دي وقع هذيك ان شاء الله دابا ندير واحد المحاضره خاصه على النهضه الاسلاميه وعلى لا سيفيليزاسيون مسلمان كيفاش طلعنا حنا في القمه. حنا دابا ان شاء الله نهضروا عليها في الحصه الحضاره الاسلاميه وصلت للقمه وصلنا في الاندلس الاخير وعشنا 700 عام. نعطيكم نظره امريكا كلها شحال في عمرها 250 200 عام و50 عام. حنا عشنا 800 عام وحنا كنا في القمه بحال اليوم امريكا كاينه لا في العلم ولا في التقدم. وكانوا علماء وبين هاد العلماء كان واحد سميتو البيروني واحد من الهيثم وهما اللي اكتشفوا واحد عدد المسائل منهم ان الشمس في الوسط وان الارض تدور والهيثم هو يعني برع في القضيه ديال الضوء وكتب الكتب ولكن مع الاسف من دي طحنا وهذا من نضوا حرقوا الكتب كلهم واللي سرق شي كتب كتبهم ومنهم تقدروا ولكن هادشي اللي عطل الله كوبرنيك خدا المسائل ديال ابن هيثم وديال البيروني ومازال عنده كوبرنيك لويما اللي عنده داكشي مازال يغطي على العربيه ويكتبها باللاتينيه. على اي نقولوا هادشي داز الحضاره الاسلاميه تمحات وداكشي ووصلنا مع الاسف دحاونا خرجنا وما اصابتكم مصيبه الا بما كان ايديكم خرجنا. اذا كان اول واحد اذا في العالم الغربي هو نقولوا كوبرنيك اللي عاش في 15 و16 ميلادي ومعاه كذلك كيبلر في القرن 16 و17 هما اللي تبين لهم ان الشمس في الوسط تسمى جيوسنتريك وان الارض تدور حول الشمس وعطاو دلائل وحسابات وكذا ونقولوا خداوها حتى ياخذوها فعلا على المسلمين ولكن هادشي بين هلالين. وجا غاليلي اللي عاش من 1564 حتى 1642 جا غاليلي وكان البدايه ديال داك التلسكوب داك مريت الهند وصلح داك الاله وبتبين له يعني يقينا ان الشمس في الوسط وان الارض تدور وهذا الشيء كان ضد يعني العقائد ديال الكنيسه لدرجه ان حكموا عليه بالاعدام ودخلوه حتى لذاك المشنقه داك المشنقه داك اللي تتقطع راس لا جيوتين اللي دخلوه عطاوه واحد الفرصه قالوا له مازال تقول ان الشمس هي اللي في الوسط والارض تدور. شاف راسه راس ديالو يتقطع قال لهم لا ولكن الارض تدور على العين وبقى بهذا وحكموا عليه باش يبقى في دارو يعني حتى وفاته المنيه. وشاء الله سبحانه وتعالى باش مندي مات غاليلي يلاه مات تخلق واحد جديد سميتو نيوتن اسحاق نيوتن بحيث غاليلي عام مات يلاه عام 1600 نيوتن خلق 1643 وغاليلي مات 1642 بحيث ما بيناتهم بعد بعض الشهور كان غاليلي تيعطي ذاك لو رولي تاع نيوتن تيقول له انا بديت انت كمل. المهم نيوتن خلاق وكبر وكذا وتبا ومشى دخل التحق بالجامعه ديال في لندن اكبر جامعه بيان سور تخرج منها مهندس الى اخره ومشى من دي تخرج كانت واحد لا بانديمي بحال اللي كاينه اليوم واحد الجائحه كبيره في انجلترا وخاصك تهرب من لندن تمشي للباديه. كان اضطر واخا يلاه تخرج كمهندس ما كانش يبقى في لندن لان غادي يموت مشى عند باسيدو فجدودو في الكومباني وبين هلالين كاين واحد الكاتب ماشي كاتب هو استروفيزيسيان يعني هادشي في الفلك عالم فلكي امريكي سميتو مايكل هارت. هذا مايكل هارت كاتب وفي نفس الوقت عالم فلكي كتب تيخرج واحد الكتاب وتيجددو كل عام عام 1978 سماه يعني الاكبر لي 100 بيرسون لي بلوز انفيور يعني اعظم المئة الاعظم سماه شكون هما 100 الناس اللي في التاريخ غيروا البشريه. هذا ماشي مسلم هذا مايكل هارت
أول واحد مع 78 وتيخرج هو الأول في الائحة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تيعطي الدلائل ديالو هو اللي أثر على البشرية كلها. وموراه في الرقم الثاني هو إسحاق نيوتن، باش تاخذ فكرة على الأهمية ديال هاد العلماء. ألو هاد نيوتن من دي تخرج من الجامعة ومشى للبادية والمخ ديالو عامر بالمعادلات الرياضيات وكذا وكذا وكذا، غادي يضيع وقته بلا تيفكر وتيقول علاش التفاحة تطيح على الأرض وعلاش القمرة ما تطيحش على الأرض وعلاش النجوم ما تيطيحوش على الأرض وعلاش الشمس ما تطيحش على الأرض، وداك الشيء شغل له باله بزاف وتيقبض حجرة تيلوحها إلى تلقاها كتطيح حداه دفعها شوية تتبعد إلى آخره، وبدا تيخايل تيقول إلا عندي شي آلة اللي يمكن لي اللوح بها الحجرة أبعد ما يمكن علما أن الأرض مكورة، غادي يجي واحد الوقت فاش اللوحة وتطيح من الجهة الأخرى ديال الأرض، ما غاديش يطيح على الأرض، غاطيح من الجهة الأخرى ديال الأرض. وفعلا هذا اللي واقع، هو أن القمرة تطيح على الأرض ولكن تطيح من الجهة الأخرى وتدور، حنا تنطيحوا على الشمس ولكن تندوروا عليها. وبهذا المبتدأ بهذا الانطلاق ناتي يصلح رياضيات كان مجد، وهو خرج الرياضيات باش يبين هذا، تيبين له أن أي جد أجسام وحدة تجبد على الأخرى، وعطى أنه في حالة الدوران باش يبقى هذاك الشيء في التوازن لابد وحدة تكون غادية في شكل بيضاوي، بحيث القمرة راه تدور على الأرض على واحد الشكل بيضاوي، وعطات السرعة باش تدور وعطى المسافة باش تدور، وهذا الشيء كله تيتبين لنا مناش من خلال المعادلات الرياضية. وطبقها كذلك على الشمس وقال آه يا سيدي، هذا هو كان مؤمن ما تقولش مسلم ولكن كان مؤمن نيوتن، قال عباد الله راه حركة الأرض والأجرام السماوية كلها تتخضع لقوانين رياضية محكمة في منتهى الدقة، حيث بغى يزيد بعض الأجرام ولكن ما كانش عنده الإمكانيات بحال اللي عندنا اليوم ديال الزودياك وداك الشيء باش يزيد، خصو عشرات السنين باش يخرج واحد العدد ديال العمايز. وبينا أن جود الأجسام كما كانوا وحدة تجبد على الأخرى، وأعطانا حتى المعادلة الرياضية ديال شحال هادي تجبد على هادي وعلى هادي تجبد هادي. وبقينا بقاو العلماء تيتمشاو بهذه النظرية ديال نيوتن لمدة 250 سنة، يعني مطبقينها وكذا، حتى وجاو علماء في 250 سنة، جاو علماء كبار اللي تخرجوا منهم ماكسويل، لورانس، ريمان، بور، بوينكاري إلى آخره إلى آخره، حتى جاء 1915 جاء ألبير أينشتاين، وأينشتاين خلق عام 1879، ولكن ينضج لك شيء كان 1915 يبقى جاب النظرية ديال النسبية، وقال يعني هتطرق القوة الجاذبية بواحد الأفكار جديدة ومعلومات جديدة، واللي المخ ديالو أينشتاين ما بغاش يقبلو، هو تيقول أن هو تيحكي أن نيوتن تيقول لك بأن حنا تنجبدو على 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 القمر وحنا الشمس جبدانا، تيقول لك هناك أجرام بعيدة علينا بملايين الكيلومترات وجبدانا. ولكن السؤال اللي طرح نيوتن أينشتاين تيقول لك إلا جات الشمس بينا وبينها 8 دقائق تيعرفها، لأن توا طرق على هادشي ديال الضوء إلى آخره، تيقول لك الشمس باش توصلنا الخبر ديالها خصنا 8 دقائق، إلا جات الشمس وفي لحظة دابت شنو غادي يوقع على الأرض؟ واش غنتسناو 8 دقائق عاد طاح ولا؟ وقال لك هاد النظرية مزيانة ولكن ماشي بالسرعة الكبيرة إلى آخره، وبين أن السرعة ديال الضوء محدودة وعطى القيمة ديالها كذا كذا. وتبين أينشتاين أن خصنا ندخلوا ماشي غير هذه الحسابات، خصنا ندخلوا الزمان والمكان، سما هو الزمكان، يعني يا لو طون اي لسباس مرتبطان، ما يمكنلكش تفرق الزمان. ومشى بعيد وتيقول لك الكون كله راه بحال واحد ليزار، يعني واحد ليزار واحد اندغا مجبد، ناخذوا واحد ليزار ديال البلاستيك مجبد لاستيك، وجبدوا جبدوا جبدوا، خذ كور ديال الحديد
تدخل هذه الكره هي الشمس حطها عليه، اش غادي يدير؟ غادي يبو، غادي توقع لك واحد الهوته، وغادي تشد مثلا اينوتر غالاكسي تحطها الى اخره. قال لك هاد الليزر عليه محطوطين جميع لي غالاكسي اللي خلق الله. ومديت تقول ان الارض تدور حول الشمس، هي الشمس عامله داك الهوته، والارض داك الهوته تدور على الشمس. ومشى بعيد، هادي دابا اينشتاين عام 1915، دابا حنا هذيك 100 عام، تنبأ بان كاين سكون ابل لي زوند غرافيتاسيونيل. تيقول لك مثلا هاد ليزار واخا تمشي للراس ديالو ضرب واحد الضربه، هذيك الزغنينه غادي تمشي وغتوصلنا. وفعلا فعلا يلاه اكتشفنا دي زوند غرافيتاسيونيل اللي تاكدوا هاد النسبيه ديال اينشتاين. وتمشينا على هذا الشيء، واينشتاين بقى يدخل تعمق في الرياضيات يعني بكل صراحه. المخ ديال اينشتاين مازال ما خرجش شي واحد بحالو، بقى يتعمق 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 في النسبيه وكذا. ديال النسبيه غادي نصيبوها حتى حنا في يعني في مسائل ديال في القران مثلا، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. هذه نسبيه، الا انت عندك تحسبوا الف سنه، الله تعالى عنده نهار، او الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقدره الف سنه مما تعدون. او في سوره المعارج تعرج الملائكه تروح اليه في يوم كان مقدره 50,000 سنه، ما تكش الزمن ومكانها. او كاين عاوتاني القصه في البقره، الذي مر على قرية، يقول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثها، قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبت 100 عام. إذا كاين النسبية في المسائل ديالنا يوميا. وأينشتاين بينا في النسبية، هاد القصة ماشي قصة يعني تجربة معروفة، دابا قاموا بها بليزوروج اتوميك، يعني اللي تيحسبوا حتى الجزء ديال المليار ديال المليار ديال المليار ديال الثانيه، صابوا ان تيسميها هو القضيه ديال التوامان، بحيث دخلتي جوج ديال التوام خلقوا في نفس الوقت، واحد خلي عندك هنا عطيه البيبرون، والاخر عطيه البيبرون ديرو في صاروخ وصيفطو بواحد السرعه يعني تقرب للسرعه ديال الضوء وخليه. وهذا اللي هنا عمل تنحسبوا بالحساب ديال الارض، من دي هذا اللي في الارض يكمل 70 عام جيب له خاه اللي في الصاروخ، من اللي غادي يجي خوه لهنا خوه مازال شاد البيبرون، مازال صغير، مازال على يعني حسب السرعه يمكن مازال ما وصلش حتى شهر، بحيث اللي بغى يبقى صغير ياخذ شي صاروخ ويبقى غادي بسرعه. اذا قلنا اينشتاين ان كل شيء نسبي، لا الزمان ولا المكان، حتى العبر باش نعبروا يعني المسافه وكذا، كلشي نسبي. يمكن لك شي تدخل لي انا فيه هذا عندي 1.80 متر، ولا هذا البيت فيه 16 متر، كلشي على حسب السرعه باش ماشي الى اخره. وهذا الشيء كله من دي دخلوا اينشتاين في العمليات الحسابيه ديالو، شنو تبين له؟ تبين له ان الكون بالمجره ديال داكشي، خرجوا له من خلال المعادلات فازيكواسيون ديفيرونسيال، خرجوا ان الكون تيتبعد. قال هذه شي حاجه اللي هذه شي غلط ارتكبته اللي ما بينليش. ناط تيدخل في المعادله الرياضيه، دخل واحد تنسميوه الثابت الكوسمولوجي باش المعادله تبقى، باش الكون ما يتبدلش. تتسمى الثابت الكوسمولوجي، يعني ارتكب غلطه كبيره دخلها ما خصوش يديرها. علاش؟ لان تيقول ان الا مشيت حتى قلت للناس ان الكون تيكبر او كل شيء غادي يعتبرني احمق، او يمكن يحكموا عليا بحال اللي حكموا على غاليليه هذه 500 عام، او 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 سر القضيه دخل وخلاه. هذا الشيء 1915. غادي نبقاو، الله تعالى تيقول سبحانه وتعالى: ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. ولو اسمح لي ما نغلطش بالايه. على اي من دي هذا جات 1900 بدايه العشرينات 1920، ناضت امريكا بنات واحد المرصد يعني اوبسيرفاتوار
باش يشوفوا اسمع بناته في كاليفورنيا في المويسن، وعيطوا على واحد لاستروفيزيسيان يعني واحد العالم في الفلك مجهد بزاف سميتو ادوين هابل، كان تيدرس في جامعه كاليفورنيا، وعطاوه هو يمشي هذا المرصد من دي دخلوا وتعمل اكتشافات اكتشف هو اللي اكتشف المجرى ديالنا. دوك تبانا بانت له بحال شي حليب مروق، بحال شي طريق ديال الحليب، ميلكي واي يعني الطريق ديال الحليب سماها ميلكي واي، وفرونسي لا فوا لاكتي ولا بالعربيه دوك تبانا. وبقى اكتشف مجرات ومجرات ومجرات، وعام 1929 قام باكبر اكتشاف يعني علمي الى وقتنا هذا، اكتشف ان الكون يتمدد، يعني ان المجرات شي تيبتعد على شي. وتا هو تخلو الرعب، عيط للطلبه ديالو اللي تيوجدوا الدكتوراه هو مرأس عليهم، قال لهم انا ما قلت لكم والو، غادي تجيو تشوفوا بعينيكم، شوفوا اش تشوفوا وقولوا لي. دخلوا قالوا له هادشي ما فيه حتى شي شك، الكون يتمدد. قال لهم اذا ماشي بوحدي، رانا نعيطوا لاينشتاين. اينشتاين كان مدرس بجامعة برينستون في نيوجيرسي في امريكا، عيط له قال له ولا بدا تلتحق بيا. جا اينشتاين، هادشي كله يمكن كاع تشوفوا الصور في انترنت، دخل يعمل اوبسرفاتوار كاليفورنيا سميتو ذا اوبسرفاتوري اوف مونت ويلسون، وكتب ادوين هابل اند اينشتاين. جا عنده ومشاو بجوج تيشوفوا المرصد الاوبسرفاتوار. اول ما دخل اينشتاين تيشوف بعينه هو يغوت بلا ما يشعر، قال لقد ارتكبت اكبر جريمه واكبر خطا في حياتي، اللي المعادله اللي بينت لي ان الكون يتمدد انا طمستها، دخلت ذاك الثابت للكوسمولوجي كذبت، الان تنشوف بعيني ان الكون يتمدد. وخرج وعمل ندوه صحفيه وبغى اللي بغى وكره اللي كره، الكون يتمدد. ونض ادوين هابل قال لك ماشي غير تيتمدد، انا نعطيك حتى السرعه ديال التمدد ديالو، هذوك اللي بعد علينا تي بواحد السرعه اكثر من هذوك المجرات اللي قراب. بعباره مبسطه بحال قبلتي واحد النفخه ديال الدراري الصغار، داك النفخه ديال لانيفيرسير، وقبل ما تنفخها عمل فيها نقيطات هذوك المجرات ديال بالفطر، انت تتنفخها ودوك النقاط تيبتعدوا، داك الشيء اللي واقع الكون ديالنا تيتنفخ وتيبتعد شيء على شيء، هذا هو تمدد الكون. اذا الكون يتمدد، وهذا اول يعني اول ميراكل او اول اعجاز علمي، يقول الله سبحانه وتعالى، والقران هو الوحيد اللي يهضر على التمدد ديال الكون. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الذاريات، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. وحتى الصيغه فاش قال الله سبحانه وتعالى وإنا لموسعون، يعني مازال تيوسع، مازال ماشي حنا وإنا لموسعون، غادي يبقى يوسع حتى الله تعالى يقرر. دابا نوقف واحد الوقفه، شنو هو اللي تستنتجو من كون الكون تيتبدل؟ حنا مازال نحسوش به حنا واخا تنظرو، ولكن شنو غنستنتجو؟ خد داك النفخه اللي قلت لك كلها فيها النقاط فيها المجرات تتنفخ تتبعد، ونوقفوها، نوقفو الزمان ونرجعو باللور. نبداو نفشوها باش نردلو الكون كيف كان نهار الاول، غنرجعو بمشاريع بحال شي واحد تيفيلمي، وغنرجعو بمشاريع اش غادي يوقع؟ دوك النقاط من بعد غنبداو يتقاربو، وفي واحد الوقت اش غادي يوقع؟ النقاط كلهم غادي تجمع في نقطة وحدة. وهذا تماما هادشي اللي وقع، أن الكون بما أنه يتمدد، إذن إلا رجعنا اللور غادي نصيبو. وهذه اللي ما تيحملوش يسمعوها الملحدين، لان تضرب لهم كلشي بزيرو، ملي غترجع كلشي تبقى ماشي راجع باللور 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 في التاريخ في الزمن الماضي، تتصيب ان الكون هاد المجرات وهاد النجوم كلشي كان في نقطة واحدة. يعني ماذا؟ ان الكون كان له بداية، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهذا بدأ الخلق يعني واش يحبوه، لأن علاش؟ إذا قلت هذا هو الإعجاز الثاني الأول عندنا، وإنا لموسعون، الله سبحانه وتعالى
ضمدنا على مشطار الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ديال التمدد الكوني، والثانيه هو ان للكون بدايه، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. وكيف علاش هو خطر ديال بدايه الخلق؟ لان كاين واحد القانون تيتسمى قانون السببيه، لو تيوريم دو كوزاليتي، تيقول لك كل شيء عنده بدايه الا وله خالق. بمعنى البدايه عنده خالق، شاء من شاء وكره من كره. وبناء على هذه المعطيات، بما ان اينشتاين بالعظمة ديالو كذا وهابل وكذا واتفق كل شيء ان تتمدد والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، من هالانطلاق قالوا لك اذا الكون تتمدد ارى نشوفه من فوقاش فوقاش بدا، ياك عنده بدايه ارى نرجعوا للرياضيات ونرجعوا تبارك الله للفيزياء ونرجعوا ونشوفوا فوقاش بدا. والله تعالى صفط اينشتاين اعطى واحد المخ اللي يعني خيالي. اينشتاين يعني ماهر لا في الرياضيات ولا في النسبيه، وتا كان تيبحث يعني بعمق في الفيزياء الكيمياء فالفيزيك كونتيك وهادشي ديال الفيزيك نوكليير الى اخره. وانضموا اليه واحد العدد ديال العلماء، منهم بور وبلانك وبوينكاري فريدمان جورج لوميتر يعني اكبر الرياضيات العالم وجورج جامون، جمعوا ذاك المعلومات ديالهم ووصلوا للنتيجة أن فعلا الكون كان عنده بداية. كل ما تنشوفه في الكون ماديا كان على رأس ليبرا فوقاش، هذه 13 مليار 800 مليون سنة. رأس ليبرا بدي يقول رأس ليبرا راني كبرت وراني يعني بالغت، ما هو صغار. تيقول لك خد لاطوم دي دوجي خدو خد الذرة. وكل ما دليت تشوف الكون من هذا البيت، من الارض، من المجرات، من اللي تتشوف هذا التليفون، كل شيء كان في راس ليبرا، كل شيء مضغوط. هادشي اللي يعني ثبت لهم. وكيفاش هذه 13 مليار باش وقع اذا الانفجار العظيم، وغنشوفوا التسلسل ديالو. هاد كل شيء كان في راس ليبرا. تيقول الله سبحانه وتعالى: اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء كان على راس ليبرا هذه 13 مليار و 800 مليون سنة. وشنو كان هذه المادة؟ كانت سخونة سخونة سخونة، واحد حداه 32 دوغري 32 زيرو ديال الدوغري، وواحد الكثافة شديدة 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 لأقصى درجة. وتيا ولا غريب غريب يوصل العلماء هو ان في الوقت فاش غادي يوقع الانفجار، وهذه من عظمه الله سبحانه وتعالى، هي اش تيسميو الفاين تونينغ، يعني الضبط الدقيق. شنو المعنى ديالو؟ بحال الا ناخذ شي حاجه اللي بالنسبه ديالنا شويه معقده، نقولوا طوموبيل، طوموبيل فيها الموتور فيها قوت الحديدات والسلوكه وكذا ولي بينيون، يعني نخيلوا أن الإنسان اللي جاي يصنع ديك الطوموبيل كانت عنده كلها قطع مجزأة، دي بيز ديتاج كلهم، ولكن حب يعطي الإشارة باش تمشي كل اللي يمشي يتركب بوحدو باش يولي طوموبيل. اللي تتشوف في الكون اليوم، هاد ليمونسيتي اللي هضرنا عليها دابا، عاد من ديك كان كل شيء في راس ليبرا، الله تعالى ريقل كل شيء. كل شيء قال له ها كيف غادي تمشى وها كيف غادي تا، بحال واحد المثال بسيط، بحال الله تعالى متي خلقنا في كرشي بمانا مازالين داك النطفه الاولى اللي غادا تنما في الكرشي بمانا 9 شهور نخرجوا من داخل، خرجنا راه كان عندنا البرنامج باش نخرجوا نعرفوا كيف نرضعوا في كرشي بمانا، عندنا برنامج باش نبكي ولا جانا الجوع، عندنا برنامج من بعد يمكن 3 شهور او 10 5 شهور غنبداو نحبوا، من بعد واحد الشهر هذا غادي نبداو شويه نخلفوا ونطيحوا، من بعد غنبداو. اذا كاين النمو مبرمج قبل ما نجيو، ماشي حتى جينا عاد غادي نعلمو هنا، داك الشيء مبرمج. كذلك الكون من دي خلق الله سبحانه وتعالى برمجو باش ها كيف غادي يكون، ها كيف غادي يكون، ها شنو غادي يكون، وغادي بوحدو. واللي دوخ العلماء هو تيتسمى واحد 20 ديال لي باغامتر
واحد المعطيات 20 معطيه، منهم السرعه ديال الضوء، منهم الكتله ديال الالكترون، منها لا شارج الكتريك ديال الالكترون، منها لا كونستانت دو غرافيتي، وزيد وزيد وزيد، كانوا معروفين يعني كل شيء معروف. والله تعالى لا يخلق كل. وهذه تذكرني بالايه الكريمه ديال الله سبحانه وتعالى في سوره طه مع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله تعالى تو بري بروغرامي وقال له كن، سبحانه لا اله الا هو فيكون. هذه 20 المعطيات اللي تتخضع لاوامر الله سبحانه وتعالى وتنشوفوا الكون تيتمشى على كيف الله تعالى بغاله. وباش نديروا هذه الابحاث اليوم، لان كيف بدا الكون كان لا شيء، ما تنعرفوش شنو كان في ذاك اللحظه الاولى ديال الثانية قسمة على الملايير ديال الملايير، شنو كان مازال الأبحاث. ولكن أكبر الأبحاث اللي وقع في واحد المختبر سميتو لو سيرن، لو سون دي زيتيد دو ريشيرش نوكليير، اللي وقع في سويسرا، وفرنسا. تيعملوا الأبحاث. شنو هو هذا لو سيرن؟ هو عبارة على واحد النفق كبير تحت الأرض، 100 متر تحت الأرض، وهو فيه 27 كيلومتر، والقوارص اللي تيتسارعوا فيهم الناس 10 متر، بحال القاروص كبير بحال المترو، 100 متر تحت الارض. وفي العلماء الكبار تيعملوا ابحاث على الجزيئات الاولى، يعني في الاول كيفاش تتكون الجزيئات الاولى، لان بدات تفرقع هذه الجزيئات الاولى، بدات تتجمع مع راسها باش تعطي تندوب لي بروتون نوترون، بحال شي واحد عاد يصنع ليها جوره، ولا جوره تتجمع مع اختها باش تبني الحيط، وانت غادي تتبني المبل. هذاك المختبر لو سون دي زيتود اللي كاين الان تحت الارض، خدامين فيه ليلا ونهارا باش يرجعوا في التاريخ وباش يشوفوا. وسبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا شوية تيتشد وتيتزير تيزيروه ويقولوا له وجب لنا الدلائل، تيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اليوم تنديروا هذاك النفق باش تيديروا خبر، وحتى هذا من المعجزات، هذه المعجزه الرابعه. ولا تبعنا المراحل ديال نشاه الكون، نشوفوا وحده بوحده، ما ندخلوش في التفاصيل لان الله بقاتنا واحد 10 دقائق. في ذاك الجزئيه الاولى ديال الثانيه، يعني لو 1 مليار دو مليار ديال الثانيه، كان الكون ديال الله على راس الابره وتفرقع، ومن دي دازت خمسه، يعني من الذره داز الحجم ديال التشينا ديال البرتقال في الحين بعد 1 مليار دو مليار ديال سكون، ومن بعد 5 سكون يعني 5 ثواني الحجم ديالو ولا الالاف ديال المليارات ديال الكيلومتر الحجم. يعني ودوك لي بارتيكول ايليمونتير، داك الجزيئات الاولى بدات تتكتف بعضها، تتركب مع بعضياتها، ومن بعد 10 دقائق بدا البيبي تيبان، بدا الكون تيبان. 380 ابحاث تتمشي لمرحبا بلال عند الجينيكولوج، تيعمل لها داك ليكوغرافي، تيقول لها شوف سبحان الله العظيم دايما صبعوا بداك، حنا مازال بيبي، الكون كان عنده 380 الف من بعد الانفجار، كان مازال بيبي، ولكن بيبي مازال على شكل دخان. وميزا نقول دخان ماشي انا تنقولها، سي العلماء السيانتيفيك باللغات ديالهم، بالانجليزيه تيتسمى كوسميك سموك، وبالفرنسي لا فيمي كوزميك، وحنا تنسميوه الدخان سميتو الذري. شتي يقول سبحانه وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والى الارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. هاد 380 الف اللي كان عنده 380 الف عام عاد بدا الضو تيخرج وتيوصل. وهنا غادي نفتح واحد الهلالين باش نفهموا اللي باقي، باش نفهموا شنو وقع. نفرضوا ان عندك ولدك عنده 15 عام ولكن ماشي معاك في الارض، بعيد في واحد المجره واحده اخرى بعيده علينا ب 20 سنه ضوئيه، يعني ملي غادي يعيط لك في التليفون خص 20 عام باش عاد يصوني. نفرضوا انه عنده 15 عام، ناض ناض علميات ديالو، عمل واحد الصوره سيلفي ديالو وصفتها لك وقال لك ماما انا اليوم عيد ميلاد ديالي ديال 15 سنه. انت هنا غادي توصل بعد الصوره بعد 20 عام، غتصيب ولدك عنده 15 عام في السيفه ديالو في التصويره، وكيف الحقيقه ما عنده 15 عام، عنده 35 عام.
لان 15 زادت عليه 20 عام، وتلا غتدخل لو جويوز انيفيرسير خصك عاود تزيد 20 عام. الكون من دي صفط لنا كانت عنده غير 380 الف عام وصفط لنا الاشعه، عاد توصلنا هذاك الاشعه اللي توصلنا ديال البيج بانك، عاد توصلنا بها. من دي توصلنا، اولا توصلنا بحال الرعد تشوف البرق تيشعل، البرق شعل حتى تشوفوا البرق، عاد بعد واحد المده زمنيه عاد تسمعوا الرعد، عاد وصلنا الرعد. حنا وصلنا داك الصدى، داك ليكو وصل عام 1965 اكتشفوه واحد العلماء في بيل تيليفون لابوراتوريز في ستاتيني، كانوا تيريكلو شي انتينات وما ندخلش في التفاصيل. المهم تصابوا ان هذاك البارازيت اللي جاهم هو الصدى ديال الكون ملي كان عنده 380 عام، وبقينا بقاو تيتبعوا يتبعوا حتى العام 2013 وخدينا صوره، يعني هذاك الولد ديالك اللي صفط لك الصوره ديالو عاد وصلت، حنا عاد وصلتنا الصوره ديال الكون عام 2013. اللي بغى يشوفها في الانترنت يضرب WMAP ديال نازا على بلانك 2013، تتسمى لو غيونمون فوسيل دي بيغ بانغ، لو غيونمون فوسيل دي بانغ، او يعني باللغه العربيه الاشعاع الاحفوري ديال الارض. ملي غتشوف الكون كيف كان مازال بيبي، وهاد الدخان الاول اللي كان عنده 300 هي العجينه الاولى باش غادي نعجنوا ونصوبوا الكون كله. ومن دي تزاد المده، من دي كملنا 200 مليون سنه بداو النجوم تيتكونوا، اول والنجوم تيتكونوا بعضياتهم تيعطيو المجرى. وهنا واحد الاعجاز غريب، ان النجوم، النجوم بعدا هما شنو هما؟ هما المعامل اللي تكونت فيهم جميع المواد اللي تنعرفوا، لا الكربون ولا الاكسجين ولا الهيدروجين ولا البوتاس، جميع المواد حتى المواد اللي مكونين منا حنا، يعني الارض اللي فيها 28 عنصر كلهم المواد، حنا من 28 عنصر والارض فيها جميع العناصر، كلهم تكونوا في النجوم، وعلى راسهم الحديد وعلى راسهم النيكل والى اخره. ولكن الغريب وين الله تعالى في القران هضر عن النجوم، هضر بجوج صيغات، وحده تيقول سبحانه وتعالى والنجوم مسخرات بامره، كانت مسخرات تصنع فينا المواد اللي غادي تكون لنا الارض والشمس الى اخره. ولكن ملي تيجي تيخاطبنا حنا عايشين على الارض، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني سبحانه لا اله الا هو بوحدها اعجاز. وهناك واحد الاعجاز وحكمه بالغه في المسافه اللي بين الارض والشمس، هي المسافة المثالية باش يكون على الأرض الماء على الصفة السائلة، وإلا إما غادي يجمد ولا غادي يتبخر. ومما يثير الدهشة الحماق بات عينينا والعظمة الله تتبان، هو أن هذه المسافة إلا مشات حتى يعني زادت 3% غادي نجمدوا، ولا المسافة نقصت 3% إلا زادت 3% غادي نجمدوا، ولا نقصت 3% غادي تجي الحراره وتبخر البحار كلها وكلنا نتحرقوا. اما السرعه ديال الارض فوق حول الشمس تاهي بواحد التدقيق، بحيث الا زادت 1% غادي تجي الارض تهرب على الشمس بصفه نهائيه، ولا قلت غتجي وتطيح على الشمس. يعني الله تعالى مريق لكل حاجه بواحد صفه، ان الله يمسك السماوات وان تزولا، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه لا إله إلا هو، فسبحان من كل شيء عنده بمقدار. هنا بين المثالين قبل ما نختم نعطيكم واحد المثال، خذ سطل ديال الماء، خذ سطل، فأنا عندي غير كاس هنا، بسم الله، خذ سطل وهذا السطل حاول باش تعد إلا قلبتيه الماء غادي تهرق، ولكن إلا قلبتيه السطل واحد القنبة وبديتي دورو الماء ما غادي يهبطش، غادي يبقى لاصق في السطل، وإلا تقلبتي السطل الماء غادي يبدا يخرج من جهة أخرى. ولكن كاين واحد السرعة اللي إلا عرفتي كيف تمشي بها ما تحتاجش السطل، الماء يبقى تيمشي بلا سطل، غادي يكون هذيك السرعة هي اللي الله تعالى عمل فيها الأرض حول الشمس. وتبارك وتعالى تيقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وصدق رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآن نتساءل ملي تنشوفوا التعقيد هذه المكانة اللي معقدة معقدة، واش ما موراها شي واحد صانع ديال المواكن؟ يعني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم. وتنشوفوا أن فوق هذا الشيء كله أينشتاين يعني بينا من غير هذا الشيء أن كاينين شنو نسميو لا ماتيغ نوار وهذا، وكثر من هذا الشيء التوسع ديال الأرض اللي مد تيدهج العلماء غير غادي تيكبر، وتنتسناو شي مرة إقلال وهو غير تيكبر إلى متى. وكاين هاد لينيرجي نوار وهاد الطاقة السوداء ولا لينيرجي ولا وهذا ولا هادو اللي مش طارجين لا ماتيغ نوار المادة السوداء ما عرفناهاش، تنشوف التأثير ديالها. والله تعالى ست الآيات ثلاثة تيعمل الله تعالى تيقول السماء أو ما بينهما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وجي أخرى ما تيقولش ما بينهما، حتى استنتجوا أنه ما بينهما هي هذه المادة السوداء، علما أن العلم اللي أعطاه الله تعالى الناس كله إلى يومنا هذا 1% هو اللي تعرفوا على الكون بالمشاهدة ديال العينين، و 4% بالراديو لي زونب هذاك ليكوغرافي وراديو سكانير، و 95% غايبة على العلم اليوم مازال ما وصلنا. ويبقى السؤال، هل سنعلو يوم، يعني السؤال الكبير هو شنو هي الحياة؟ وهل سنعلم يوما ما هي الحياة؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهل سنعلم يوما كيفاش تبعثت المادة الجزئية الأولية من لا شيء سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويبقى أكبر لغز هو هذا الكائن البشري اللي هو أنتنا وهو أنا وحنا نحن، وحنا لا نكاد نعتبر في الكون لا نكاد. وكيفاش استطعنا من واحد الأرض الصغيرة ما بيناش وحنا صغار فوق منها، كيفاش استطعنا نكتشفوا التعقيد ديال هذا الكون وفوقاش تنشأ وكيفاش تنشأ، وحنا الآن تنحكيو التاريخ ديال الكون كأننا عشنا معاه. سبحان من منحنا أغلى ما في الكون وهو الدماغ البشري، وعلمنا ما لم نكن نعلم. وقال عز من قائل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفة، ولكن هكذا الله تعالى كرمنا. والهدف الرئيسي باش نختمو اللي تيبقى من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.